بعد النهاية مشاريعك ايه او ناوي على ايه ولا لسه؟ بعد النهاية والله ما اعرفش بقى، يعني كل عجب بيد ربنا. بس يعني انا كان عندي ورق قريب مساريات، بس ما حسيتش انها ممكن تكون، يعني ان انا ما حسيتش ان انا عايز اقدمها يعني. فانا في انتظار ما بعد النهاية هو نتائجه بقى نشوف. هل انت مع السيزون اللي بره رمضان ومسلسلات اللي بره رمضان؟ طبعا. يعني انت لو اتعرض عليك انك تعمل مسلسل بره رمضان مش هتقول لا؟ انا ممكن اقول لك انا قدمت مسلسل من انجح المسلسلات اللي اتقدمت خارج السيزون، كانه امبارح. طبعا، يعني كانه امبارح. فلو حاجه في نفس المستوى وفي نفس يعني حاجه لها قيمتها وتضيف لي وتديني خطوات لقدام اكيد هعمل، ما عنديش مشكله خالص. لو قررت تبطل تمثيل هتشتغل ايه؟ يعني اعتقد هفتح مطعم بيتزا مثلا. ما اعرفش، حاجه سهله يعني برضو. اصل انا بطبخ يعني، بطبخ فبعرف اطبخ. لا انا هسافر، هروح اقعد، لو قررت اعتزل هروح اقعد في فرنسا. بتحب فرنسا؟ من بدري على فكره. يعني انا بحب فرنسا من ايام ما سافرتها مع يوسف شاهين، واللي هو في الاخر كان عندي مشهد في باريس فسفروني باريس وقعدت هناك كذا يوم، فحبيتها يعني، حسيت ان هي بلد قريبه مننا قوي. واحنا عندنا في المنصوره اقول لك فرنساويين عشان كان في الحرب دي. فالمهم يعني حبيت فرنسا بقى بعد كده لما نزلت تاني هناك، اتعرفت على مراتي واتجوزنا هناك، فبقى بالنسبه لي بقت عادي بقى، زيها زي المنصوره، زي يعني مش غريبه عليا يعني. فرنسا بالنسبه لي ما عادش غريبه. تحلم تعمل دور ايه لو انت عندك القدره دلوقتي انك انت تختار لنفسك دور؟ طبعا انا نفسي اعمل ادوار كتير. لا بس يعني لو احنا دلوقتي حالا كده نتفق على معروفه يعني، يعني نتفق على 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 عمل تعمله دلوقتي، نفسك لون الشخصيه ايه؟ عربجي. ايه عربجي؟ ليه؟ ما اعرفش، انا بحب الشخصيات المهمشه جدا يا الشخصيات العظيمه جدا. لكن مش واحد عادي ماشي في الشارع. مش موظف. انا ممثل، انا بعتمد على اللي بيجيلي وبختار. عمري ما حاطط نفسي انا عايز اعمل كده. كنت الصانع للحكايه. بس انا اعتقد الخطوات اللي جايه هيبقى فايده يعني، انا هبتدي ان انا اقدم حاجات انا يعني. يعني انا اللي اقترح واجيب سيناريوهات لان انا عندي القدره دي، وخصوصا انا عايز اخرج بره. يعني انت في النهايه انت بتخرج بره الصندوق، انا مش عايز افضل في الصندوق، مش هنفضل طول عمرنا متخانقين يعني. اللي هو هما قصتين ده اللي بيتقدموا صح، وميلو دراما وخلاص بقى، لدرجه ان الجمهور بقى عنده ثقافه ان اللي بيعيط ده ممثل جامد، مع ان اسهل حاجه في التمثيل. اسهل حاجه في التمثيل، انا ممكن اقول لاي واحده معديه تعالي عيطي هتعيط، لكن اعملي رياكشن او اعملي رد فعل على حد بيعيط، هو ده التمثيل يعني. التمثيل مش ان انت تتكلم، ده جزء يعني. ممكن اقول لك صرخ هتصرخ، احمد هواري مش ممثل بس اقول لك صرخ هتصرخ، قول الكلام ده بس زعق هتزعق. لكن لما اقول لك بقى تلقي، لا انت رياكشن على وشك وعلى على البادي بتاعك، على 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 كلام، انا ده الصعوبه صح. الرياكشن هو التمثيل، اساس التمثيل.